فؤاد عامر من كفر كليل، حضرت الى مستشفى رفيجه مشان اعمل عمليه لعين اليمين، وكنت قبل مده عامل عمليه لعين الشمال والحمد لله نجحت، واليوم جاي اعمل عمليه لعين اليمين عشان فيها ميه وانا ما بشوف فيها، يعني خيال بالمره بشوفش العين اليمين، بدي اعمل عملية اليوم ان شاء الله يا عمي. طب تقدر تقول لي قد ايه هذول مثلا عمي عدد هيك يعني؟ قد ايه هذول؟ مش شايف. مش شايف. طيب هذول 5 يا عمي، ان شاء الله بالسلامه عمي، ويعطيك الف عافيه وسلامه.